أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي هاد نوغو عصوبتهاي مع السند كسو دواد ورقة قلبنمي أعلن سيدة ميديا واق قلبنما أحدا خطبة حساسية ينوصو سعدو فضلاً نلاتشوك حوك حساسية فرماجو أوغو آنسري حلقة قادستة عمر فينيش عمر فينيش وإن مدى أي نعم ليا وآها مدحوينا وقتي كدعي محمد عبدالله فرماجو إمين كدون تأيا لغا توريا سيدا أي علن سيدا ميديا وغاتي وحا قلاف أو كتاغن يهي أرمها دول كدولة دليد هاي تاس أو دوان كنتي إن مدحوينا وقتي كدعي فرماجو وحيركو جوجيي إن دول كدولة دليد يوية داد كالي عمر فينيش أو أغو دوميها قبل كبنادر آنا دوغا مغدشا أيا وحا أو ورقر سيي داد شيغي إن لعقو أي كاغا بحدي هالكاسي خلاف كاسي دولك الدولد ايه لبيحيي ايه لغا يابا ان ويحيل كيسا كواي دوقا مغدش عمر فينيش او ساعده اللا صودا في ادلو هذا الهي اسلامر كاسينا حق هوسي اي كوهشي علان سيدا ميديا سيدا موقع تاوحا مدحوين فرماجا اوغو انصري بدلك عمر فينيش اسلامر كاسينا شخصي كلا او دور بدايو ان ويحيل كاسي جيو إلا وريدي مدح بنان أيا شيغيا إن قدوميها عصوبية قبل كبنادر أهنا دوقا مقدش الله وضل بنين مدكود أو أه جنرال حسن محمد حسين مونقاب أما محمود أحمد نور ترسن لابدو بوحي أهايين كوحي الكاني هوري أسو قبطي منا عدا سيد أي أغو الدبالان كران حالة دا أدك إيه قبل كجيرتا إيو أرنتكو سابسان دولك الدولة دا إيه لإيبين إيو إسلامر كاسين حلكي سوكو واي عمر فينيش سيكستواها أهاتي دوخ مغدشة عمر فينيش أو إن مدى أهي نعم ليه أو أها مدحوينا وقتي كدعي محمد عبدالله فرماجو وحبادن ناكو دانيستي أيا إمين كدون تان نبط إيو نلول لغا توريا دينا عكالة قد ديغا حالين تا غلافات دورشو ين كددبان اي هير فدرال ايا ورقا سو ساري دورشا ده حلبانا دا غلاها شعبك صوماليا او دوان بلابان ايسا غار احان مدى غوبالة دا وقوية اي صوماليلا سيوين اوغا سو هر جيستي اوغا هرين تي قد ديغا ايا كهر يميدا هب راعا اي شالي سيو ده جيراي او سو سارين ريز الوزارة كوحيغين كدل كمادي محمد قولي ديو قدوميها غلاها أقل كسر إيه صوماليا مدنى عبد حانشي عبد الله إيه كو آدن كراسك قبل دو قوي قدقا وحو شيغي إن قضب كسدحاد إيه فرقا دي سلبا إيه طوبنات إيه هبراعا وكور إمانا يوم مسؤولية دلو إقمدي قدقا حالين تقلافات كإيه أه إن إيه إيه قوان كمدام دايس أيه قاران عبشادة كدالتاي دور شوين كهالك هبراعا لغو شيغي إن إيه حالين دونان وحي تابشو أه قدون كسر إيه دور شرا صوماليان سيدو كلا قدقا يا شاعك قاضي إن أي سنجرين عيد كالي أو أود شرعي أهي أولي حالين تعب شوينكا كدشا دور شوينكا هبراع دور شدو قولها شعبك فدرالك صوماليا إي قبل الوقوي صوماليان إي صوب بحي صدنك بيشة طمانات لبكوني كو إي لباتنك قضبك سدحاد فرقد دي سلبي طمانات إي وقران سيدان وحي قلافات أه إي أي قدقا حوليستا إرقوينكا بيلوه حالين كريوايان waxa xalin doona oo go'aanka madanbaysa ay ka gaaray gudiga sare ee doorashooyinka Soomaaliland wuxuu cadeynayaa in qodobkani uu si toos ah uga hor imaanayo mas'uuliyadda loo igmaday gudiga xalinta khilaafaadka ay san jirin cid kale oo awood sharci ah u leh xalinta cabashooyinka ka dhashay doorashooyinka dadban ee 2020-2021 ayaa lagu yiri warqada ka soo baxday gudiga xalinta khilaafaadka ee doorashooyinka qaranka qoraalka gudiga oo maanta soo baxay ayaa sidoo kale lagu sheegay in loo baahan yahay in mar walba la dhowro heshiiska ay doorashada ka gaareen golaha wadatashiga qaran gudiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka wuxuu xusuusinayaa gudiyada maamulaya doorashooyinka heer dowlad goboleed iyo gudiga hirgelinta doorashooyinka heer federaal in ay dhowraan dhammaan heshiisyadii ka soo baxay golaha wadatashiga qaran gaar ahaan warmurtiyeedkii shirka golaha wadatashiga qaran ee soo baxay 2020kii agoosta 2020ka qodobkiisa labaad ee habraaca xulista ergooyinka doorashada iyo qodobkiisa saddexaad ee hindisaha daahfurinta doorashada 2020ka ayaa mar kale lagu yiri qoraalka ugu dambeyntii gudiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka ayaa ugu baaqay guddoonka sare ee doorashada kuraasta Soomaaliland inay saxaan khaladaadka ku jira habraaca dhinaca kale axmed mire faafaale oo ah wasiiru dowlaha wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka galmudug ayaa faahfaahin guud ka bixiyey xaaladda dadkii ku dhaawacmay dagaalkii gurceel ee la geeyey galkacyo kadib booqasho uu wasiirku ku tagay isbitaalada lagula tacaalayo askar halkaasi lagu soo dhaawacay faafaale ayaa sheegay in ahlu sunna ay dhaawacyadeeda geysatay deegaanada puntland gaar ahaan magaalada garow iyo waqooyi galkacyo sida uu hadalka u dhigay sidoo kale wuxuu tilmaamay in dhaawacyada la geeyay dhinaca isbitaalada galmudug si isku mid ah loo daaweynayo iyada oo aan loo eegin aragtida ay aaminsan yihiin dhaawacyadii soo gaaray isbitaalada galmudug si saxan oo siman oo cadaalad ahay ayaa loogu adeegay
لمن الدباتين وانا واجب وزارة السارة او بحيي مدحوينا قل مدك احمد عبد الكاري قرخور ايو يري وزير الدولها سكستوى مدوين كيلا صورنا في مسؤولين تلمد مامول اي قل مدك اي بدلان ايا اي دايما اسخو مارين اي ورباهين تاكواس او لحريرا دقال كي قرعيل فضلا دب اداور كيني هوري اي علان سيد الميديا حب حساسي عيدا ما هو ويسان او لووريغا قيبا كميد اهي دقمد قرعيل حلبان مهد صلاة دو افكا فورتيس لمركاسنا وير حوقن كو قاضي شيخ شاكر وررك اينغا سو غاريا مغالة دا قرعيل اي قبل كالقدو دا ياشيغ يا ان مغالة دا سي قيبا كميد اهي اي عيدا ما هو ويسان حرتين كدب دقال حوقن او هالكاسي كدعي مال مكهر عيدا ما داني او كاترسن دولة دا صوماليا يا الله شيغ اي اي قدود سميين اسلام مركاسنا اي شيغ اي ان اي كعبان ايان مشار لان كدب مركي لغو دانيستي اسلام مركاسنا دقال حوقن اي كو حسوقين شعب كي علما دي قرعيل waxay ciidanka militariga xigteen kontroolka galbeedka laga ilaaliyo degmada Gurceel iyagoo sheegay in baaqooda ay doonayaan in laga soo jawaab celiyo si degdeg ah gaadiid badan ayaa loo diiday in ay maraan wadada laamiga iyagoo saacado badan halkaasii ku xayiray kontroolka gawaarida u socday gudaha kana baxayay todobaadkii hore Gurceel waxaa ka dhacay dagaal u dhaxeeyay ciidamada dawladda iyo kuwa galmudug oo isku dhinac ah xilli ahlu sunna wal jamaaca ay halkaasii dagaal xoogan ay ku qaadeen si kastaba ha ahaatee ciidamada ka tirsan dowladda federaalka soomaaliya oo inta badan laga soo daabulay magaalada muqdisho ayaa iminka mishaar la'aan xoogan soo wajahday ayagoo gebi ahaanba xirtay qaybo ka mid ah magaalada Gurceel qoorqoor iyo farmaajo ayaa inta badan ciidamada ku danaystay isla markaasina wax mishaar ah ma siiyaan ciidamadani oo ku dhammaaday dagaalkii Gurceel ayaa iminka mishaar la'aan ka cabanaya dhinaca kale xildhibaan mahad maxamed salaad oo ka hadlay xiisadda u dhexaysa dowladda galmudug iyo ururka ahlu sunna wal jamaaca ayaa beeniyey in wadahadallo ay u socdaan galmudug iyo hoggaanka ahlu sunna isagoo ka sheekeeyey qaabkii ay ciidamada sheikh shaakir uga baxeen magaalada Gurceel mahad salaad ayaa sheegay in sheikh shaakir uu ciidankiisa uga dhuuntay dagaalkii Gurceel kadib markii ay xaaladdu ku adkaatay wuxuuna sharaxaad ka bixiyey qaabkii uu uga baxay Gurceel iyadoo ay ka dhex dagaalamayaan ciidamadiisa markii dagaalku xoogaystay ayuu sheikh shaakir wacay culimo ku sugan gaalkacyo nimankaasna waxay soo waceen xildhibaano iyo sanataro aan anigu ku jiro waxay naga codsadeen in wadaadka iyo ciidankiisa waddo ay ku baxaan la siiyo saddex saacadood ayaa loo qabtay keligiis ayuu baxay ciidankiina dagaalka ayuu geliyey ayuu yidhi mahad salaad xildhibaanka ayaa sidoo kale sheegay in sheikh shaakir uu ku sugnaa deegaanka huurshe maalmihii dagaalka adkaa ka socday magaalada Gurceel ciidamadii uu ka soo ururiyey deegaanada miyiga ahi sida uu sheegay isla markaasina halkaasi ku xasuuqmay haddii jihaad meesha yaalla muu yimaado oo isagu ku dhinto marka uu wiilashu isku laaynayo ayuu yidhi mahad salaad oo hadalkani ka jeediyey kulan ka dhacay gudaha magaalada Gurceel sidoo kale waxa uu sheegay in sheikh shaakir uu ka been sheegay maamulka galmudug oo aysan jirin cid wada hadal la gashay ama la hadli doonta beenta uu ninkaas ku hadlaayo qof bini aadam ahi ma qiyaasi karo wuxuu sheegay in wadahadal uu uga baxay Gurceel laakiin niman odayaal ahi oo isxilqaamay ayaa ciidankii oo meesha uga dhuuntay ka bixiyey si loo badbaadiyo markii ay gaareen bohol ayuu ka soo baxay hawdka wuxuuna uga sheekeeyey in wadahadal ay la galeen maamulka galmudug wax ka jira ma lahan cid la hadashay ma jirta ayuu hadalkiisa ku sii daray xildhibaan mahad salaad si kastaba ha ahaatee xildhibaanka ayaa si weyn u taageeray ama garabkiisa soo istaagay madaxweynaha galmudug axmed cabdikaari qoorqoor dhinaca kale madaxweynaha maamul goboleedka jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe ayaa magacaabay guddoomiyaha degmada kismaayo ahna duqa magaaladaasi wareegta uu soo saaray madaxweynaha ayaa waxaa xilkani loogu magacaabay mudane cumar cabdulaahi maxamed mas-uulkani ayaa horay xilal kala duwan ugu soo qabtay dowlad goboleedka puntland isagoo mar soo noqday taliyihii ciidanka madaxtooyada puntland xilligii xukuumaddii cabdiraxmaan maxamed maxamuud farawale sidoo kale kornel cumar faraweyna wuxuu soo noqday guddoomiyaha gobolka nugaal xilligii xukuumaddii cabdiweli maxamed cali gaas madaxweyne axmed madoobe ayaa alla ugu baryay mudanaha inuu u dhib yareeyo mas-uuliyadda culus ee loo igmaday dhinaca kale axmed madoobe ayaa bashiir maxamed baahale u magacaabay hanti dhowraha guud ee jubbaland sidoo kale waxaa madaxweynuhu uu magacaabay cabdicasiis maxamed xasan xisaabiyaha guud ee jubbaland dhegaystow ogow haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka